فقره خاصه بالحديث عن النادي الاهلي، وعندنا مواجهه زي ما حضراتكم عارفين طبعا امام سموحه في الدوري. هيكون لينا كلام كتير جدا وتفاصيل، بس خلينا نرحب بصديقنا العزيز جدا والزميل احمد غنيم الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير عليك يا نهاوند. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الفل، سعداء بوجودك كالعاده. ده الشرف ليا. وعندنا حواديت كتير هنحكي فيها معاك، بس تعالى نبتدي بماتش النهارده الاهلي وسموحه وتوقعاتك لهذا اللقاء، مش فيما يتعلق بالنتيجه قد ما رؤيتك للاداء اللي هنشوف من خلاله الفرقتين في الماتش بتاع النهارده. انا اعتقد يعني مارسيل كولر سيقوم ببعض اجراء بعض التغييرات، حتى السكواد اللي اعلنه بالامس شهدنا غياب بيرسي تاو بصرف النظر بقى عن اسباب هذا الغياب. ولكن متوقع ان يحدث بعض التغييرات، خاصه طبعا مع استمرار غياب محمود عبد المنعم كهربا على الصعيد المحلي. اتمنى بشكل يعني واضح ان صلاح محسن يعني يصالح الجماهير، صحيح انه نزل يعني تغريده وتوضيح بعد الاحتفال اللي ظهر بيه في المباراه الاخيره للاهلي على صعيد دوري ابطال افريقيا، لكن اتمنى ان شاء الله ان الامور تتصلح بينه وبين الجميع. لسه بعض الجماهير زعلانه. فيما يخص التشكيل بشكل عام، اتوقع طبعا عوده علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني طبعا في حراسه المرمى، محمد الشناوي، اليو ديانج اكيد ركيزه اساسيه في نص الملعب، هو خط الوسط اعتقد ممكن يشهد بعض التغييرات، ممكن نشاهد كوكا جنب امام عاشور، ممكن نشاهد قفشه، ممكن نشاهد مروان عطيه. حقيقه يعني كولر عنده خيارات كتيره جدا. في الجانب الهجومي اعتقد صلاح محسن ممكن يكون موجود بشكل اساسي طبعا نظرا لغياب كهربا واصابه مودست. حسين الشحات ايضا متوقع تواجده بشكل اساسي، فيمكن دي ابرز ملامح التشكيل. لكن بالتاكيد لابد ان يحدث روتيشن، والروتيشن مهم جدا لان الفتره الجايه هتبقى فتره مضغوطه جدا، حتى طبعا التوقف الخاص بكاس افريقيا. طيب انا عايزه اروح معاك للخصم شويه، يعني دايما في اي مباراه مع النادي الاهلي بحب اشوف اللي قدامك شايفك ازاي. طبعا افريقيا الثقه بقت زايده شويه لما نيجي نتكلم من الخصوم بتوعنا عن النادي الاهلي، لكن كمان لو هتكلم محليا في بعض الفرق بقى عندها الطموح ده او الثقه دي ان هي تقدر تنافس النادي الاهلي. كابتن احمد سامي من المديرين الفنيين اللي عندهم فكر يعني، وتحس عنده برضو طموح كبير جدا. فانا استشفيت من متابعتي اليومين اللي فاتوا ان كابتن احمد سامي برضو عنده نفس النهج او نفس الثقه، لا انا ممكن على فكره هلعب بشكل دفاعي اكتر، لكن انا ممكن احرز اهداف، ليه لا؟ زي ما عمل الجونه مع الاهلي. يمكن الاهلي مشكلته ويمكن ده اللي جرأ برضو او هيجرأ بعض الفرق في الفتره الأهلي اللي جايه. الاهلي يا نهاوند مشكلته اضاعه الفرص، يعني في الدوري الافريقي مش ممكن كميه الفرص في الاربع مباريات. الاهلي لم يحقق الانتصار، طبعا في ممكن غياب توفيق وفي برضو بعض الاخطاء الدفاعيه لابد ان نعترف، تحديدا في مباراه الذهاب ضد سان داونز، ولكن كميه اهدار فرص يعني في الشوط الاول ضد سان داونز هنا لو كان فرصه واحده حتى باستثناء ضربه الجزاء اللي ضيعها علي معلول، لكن انا بتكلم ان كميه اهدار الفرص غير طبيعيه، لابد على الاهلي ان يستغل الفرص. وهنا بتكلم على صلاح محسن انه يصالح الجماهير بتسجيل الاهداف بشكل كبير جدا، وكل فرصه يحاول يستغلها. كولر نفسه وقف عند التفصيله دي في واحد من المؤتمرات الصحفيه وقال لك ان النادي الاهلي، وبيتكلم على فكره على موسمين مفتوحين على بعض، حتى كلامه كان يشمل الموسم اللي فات بالزبط. فكره ان احنا النادي الاكثر احرازا للاهداف والاكثر اضاعه ليها بنفس الوقت. فرص ايه ده؟ حلوه. لا دي فعلا احصائيه اللي قالها كريم دي احصائيه مظبوطه. لا بالفعل الموضوع يعني لا فعلا في مشكله، في مشكله حقيقيه. هي حلوه في ان انت قدرت بتخلق الفرص، يعني لا الجمله حلوه في ان انت بقيت فاهم مشكلتك فين. بالزبط. انا بقى فعلا اكبر نسبه هنا واكبر نسبه هنا، فانا حطيت ايدي على المشكله، بس المشكله دي معايا من الموسم اللي فات على فكره واللي قبليه. كنا بنامل ان يكون في يعني نسبه اقل لهذا الموسم، وابتدينا بشكل مش وحش، بس واضح ان هي حتى المنافس لما بيختلف هو الاداء مع النادي الاهلي ثابت في المشكله دي، ملهاش علاقه بالمنافس اكيد خالص. اكيد سموح هيلعب بتحفظ دفاعي طبعا. كابتن احمد سامي عنده فكر وبيلعب بنهج هجومي في بعض المباريات، بس طبعا باستثناء بس الاوبن جيم مش لمصلحته مع النادي الاهلي استحاله نهاوند. يعني استحاله أكيد. وبالتالي هو هيلعب على الهجمات المرتده وتحفظ دفاعي. اتمنى ان النادي الاهلي يسجل في الشوط الاول، لانه واضح جدا ان الاهلي في الفتره الاخيره اهدافه بتتاخر للشوط الثاني، وده بيخلي بعض الفرق المنافسه سواء يعني الصعيد المحلي او حتى على الصعيد الافريقي ممكن تتجرأ عليه قليلا. فاتمنى الاهلي يخلص ان شاء الله. ممكن ده بيحصل بالفعل وحصل في كذا لقاء. الاهلي كمان مطالب انه يفوز طبعا لتعويض التعادل مع الجونه، يفوز في مباراه اليوم حتى كمان ينفرد كمان ان شاء الله بالصداره، لان هو عنده مباراه ناقصه لسه في المستوى الدوري ومتعادل حاليا في النقاط مع بيراميدز.